ما جاء في اللون يعني استعمالات لون. أقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، هذا من توفيق الله لهذا الرجل رحمه الله، لله ضره، يقول استعمالات لون ست. الأول أن تستعمل لون في الاعتراف على الشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجيش بالخروج إلى أحد. أهل النفاق ماذا قال؟ لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء. الأصل يقول قدر الله ما شاء فعل، وهذا الذي حصل بقضاء الأمر والقدر. الثاني الاعتراف على القضاء والقدر، على اعتراف على القضاء والقدر. هذا يقول له يقول لا تسافر. قال أنا بس اتخذت أسافر. يسافر يحصل له حق. قال لو سمعت كلامي وما خرجت ما حصل لك حق. الاعتراف قضاء القدر. الرابع الثالث ما شاء الله، الثالث فتح باب التحسر والندم. لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. هذه لو من عمل الشيطان استقبل قدر الله وما شاء فعل. الرابع أن تستعمل لو في الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعائب لا على المصائب. يشرب خمر، تقول يا أخي اتق الله. اتق الله، كيف تشرب خمر وأنت مسلم؟ نقول لو شاء الله ما شربت الخمر، وإنما أشرب بقضائه. ماذا تصنع مع هذا؟ تضرب حتى يغمى عليه. تضرب حتى يغمى عليه، إذا أخاف قد يستطيع، تقول لو شاء الله ما ضربت. وش أسمع لك؟ قدر الله نضربه، اقتنع اتركه، ما اقتنع تضربه الثاني. إذا يصح الاحتجاج بالقضاء والقدر على المصائب لا على المعاني. تمام، هذا الرابع. إذا أربع استعمالات كلها محرمة. اعتراف على الشرع، اعتراف على القدر، فتح باب التحسر والندم، احتجاج بالقضاء والقدر على المعارف لا على المصائب. هذه محرمة. الخامس من استعمال لو في التفسير بحسب المتمنى. تمنى خيرا فلو خيرا، تمنى غير هذا فلو محرم. قال لو ان لي مالا مثل فلان تصدقت هذا خير، وقال لا صنع في محرم، هذه لو محرم. السادس من استعمالات لو ان تستعمل لو في الخبر المحض. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت ما صفت الهدى. ندم لا والله خبر محض. اقول للشيخ معاذ اقول له لو جئت البارحه لاستفدت، خبر يصح. هذه استعمالات لو السته. نعم.